أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج حديث الجزائر، البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز مستجدات الساحة الإقليمية والدولية. إذن صوت الناخبون في مالي الأحد في استفتاء حول مشروع الدستور الجديد الذي من شأنه أن يعبد الطريق نحو نقل السلطة للمدنيين من خلال انتخابات ينتظر تنظيمها شهر مارس من العام المقبل، في ظل الضغوط التي مورست على السلطات الانتقالية من طرف مجموعة الإكواس. ويعتبر هذا الاستحقاق أول اقتراح من نوعه تنظمه السلطات الانتقالية منذ وصول الجيش إلى السلطة شهر أوت من عام 2020، وينتظر أن تعلن نتائجه في غضون 72 ساعة. وفي خطاب وجهه للشعب، دعا رئيس السلطة الانتقالية في مالي دعا المواطنين إلى التصويت بكثافة لصالح المشروع الذي قدمه، على أنه ضمان لقيام دولة قوية وحصول حوكمة ديمقراطية وثقة متجددة للماليين بالسلطات، قائلا: حان الوقت كي نؤكد التزامنا تجاه مالي الجديدة. مشروع الدستور الجديد ينقل مالي إلى النظام الرئاسي بعدما كان شبه رئاسي، ومن شأنه أن يسد ثغرات دستور 92-900-1000 والذي يحمل مسؤولية الأزمات المتعددة التي تعيشها البلاد وفقا لما ذهب إليه أصحاب المشروع. بالموازاة مع الاستفتاء على مشروع الدستور، طلبت باماكو من الأمم المتحدة طلبت بسحب قوات مينوسما من التراب المالي، حيث ترى السلطات أن البعثة فشلت وأن مالي قادرة على ضمان أمنها بوسائلها الخاصة. هذا وكان قد أشاد مجلس الأمن الأممي بالإجماع وخلال اجتماعه الأخير حول مالي في نيويورك، أشاد بدور الجزائر الريادي بصفتها رئيسة الوساطة الدولية لالتزامها المستمر إلى جانب الماليين على نهج استعادة الاستقرار في بلدهم. ولمناقشة أهمية الاستفتاء الذي يمهد لنقل السلطة إلى المدنيين ومساهمته في تقوية مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجهها البلاد، وكذا قرار باماكو بإنهاء مهمة القوات الأممية من أسمى، يشاركنا النقاش الليلة في حديث الجزائر كل من الدكتور أحمد مزاب الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. مرحبا دكتور، أهلا. أهلا وسهلا بك، تحية طيبة إليك وإلى مشاهديك الكرام وكذلك إلى ضيوفك. طبعا ومعنا من باماكو الأستاذ محمد ويس المهري الكاتب الصحفي، أهلا بكم أستاذ، مرحبا. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين وبضيفك الكريم. أهلا، أبدأ مباشرة معك دكتور مزاب، هل يمكن أن تضعنا في صورة الأجواء التي جرى فيها الاستفتاء وأيضا كيف تقيمون العملية؟ خليني أقول أولا، إذا ما أردنا أن نقدم قراءة للجو العام أو كذلك للمناخ الذي يجري فيه استفتاء الدستور بدولة مالي، يمكن أن نقرأها على ثلاث مستويات. المستوى الأول هو أن الاستفتاء هو يأتي في إطار تمهيد الطريق من أجل العودة إلى المسار الطبيعي المؤسساتي وفق الالتزامات التي قدمها المجلس الانتقالي. من المستوى الثاني كذلك، من خلال كيف تعاطت الأطراف التي كانت تستفيد من الأزمات المتتالية والمتوالية في مالي، وهنا أقصد فرنسا بالتحديد، باعتبار أنه حينما حاولت أن أتابع كيف كان يقرأ الإعلام الفرنسي استفتاء الدستور في مالي، نستشف بأن فرنسا منزعجة من عودة المسار إلى وضعه الطبيعي، ومن كذلك خروج الشعب المالي من قوقعة السيطرة الفرنسية إلى إدارة شؤونهم بأيديهم من خلال وضع الآليات التي تمكنهم من الاضطلاع بهذا الدور، بحيث أن وسائل الإعلام الفرنسية حاولت أن تقدم صورة مشوشة مركبة من ثلاث نقاط، بأن أولا أن الاستفتاء يجري في ظل عدم توافق،
وهي تتنافى هنا، وأحد المبادئ التي تنادي بها فرنسا وهي مسألة الديمقراطية والرأي والرأي الآخر. والمستوى الثاني هو أن مالي تسير إلى المجهول، وواقع الحال بأن استفتاء الدستور هو يعبد الطريق لعودة العمل المؤسساتي، ويضع النقاط على الحروف ويجعل المرحلة القادمة واضحة الملامح وكذلك المعالم. والمستوى الثالث هو محاولة دائما التشكيك في جدية وكذلك في صدقية المسار، رغم أنه ما تضمنه مشروع الدستور يتضمن نقاط جديدة انطلقت من مراجعة إخفاقات الماضي من أجل البناء للمستقبل. المستوى كذلك الثالث أننا نتحدث على أن مالي تسعى إلى طي صفحة الماضي وصفحة الصراعات لتفتح صفحة جديدة لعهد جديد. سنفصل في هذا المحور دكتور أحمد ميزاب لاحقا، لكن قبل ذلك أستاذ محمد ويس المهري، هل لك أن تضعنا في صورة أجواء عملية الاستفتاء؟ سيتم غلق المراكز بعد قليل. نعم، جرت عملية الاستفتاء اليوم بكل سلاسة وبأريحية، يعني وكان المواطنون يتوافدون على هذه المراكز للتصويت للإدلاء بأصواتهم حول هذا الدستور الذي تراهن عليه السلطات المالية بأنه استفتاء تاريخي من أجل التمهيد لمرحلة قادمة وهي عودة النظام الدستوري وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الأشهر المقبلة وإنهاء هذه الفترة الانتقالية والدخول في فترة جديدة ومرحلة جديدة من تاريخ البلاد، يتحدث عنها حتى المجتمع الدولي بأنها تبدأ بمرحلة شرعية وشرعية النظام ويكون نظام مدني وعودة السلطة للمدنيين. الحكومة أيضا والسلطات المالية وبالذات الرئاسة المالية تراهن على هذا الدستور بحكم أنه أعطى صلاحيات واسعة للرئيس البلاد باتخاذ بعض القرارات وخاصة في مواجهة بعض الأزمات مثل الأزمة الأمنية وتمدد الجماعات الجهادية التي تحتاج بعض القرارات السريعة التي كانت في بعض الأحيان يعني وكانت سابقا الدستور القديم يمنحها للبرلمان وكانت تأخذ وقتا طويلا في المناقشة وكذا. التعديلات طالت هذه الصلاحيات وجعلت النظام كما تحدثت في البداية على أنه نظام رئاسي بشكل كبير. هذا الاستفتاء هو استفتاء مصيري وهو النقطة الأولى والبداية الأولى لإنهاء الفترة الانتقالية. رغم بعض المعارضات والتحفظات من بعض الجهات الدينية. طيب كانت هناك أستاذ محمد ويس المهري هواجس أمنية، هل تم تسجيل أي أحداث خلال هذا اليوم؟ لا، لم يتم تسجيل أي حدث أو أي خرق أو أي مثلا هجوم كما كان متوقعا. هددت بعض الجماعات الجهادية باستهداف مراكز التصويت في شمال البلاد وفي بعض المناطق، ولكن الحمد لله يعني لم يحدث أي حادث آخر، ولكن هناك بعض المناطق التي لم يتم فيها التصويت بحكم المعارضة وخاصة المناطق التي تسيطر عليها الحركات الأزودية المسلحة الموقعة على اتفاق الجزائر للسلام والتي أعلنت رفضها لهذا الدستور بصيغته الحالية وكانت تريد أن يتم التأكيد والنص على اتفاق الجزائر للسلام ضمن هذا الدستور وتضمين بنوده، وهو ما لم يحدث يعني، فأعلنت رفضها للدستور ومنعت القيام بالاستفتاء في مناطقها وخاصة ولاية كيدالية. نعم. هل اتضحت لحد اللحظة نسبة المشاركة أم لم تتضح بعد؟ نعم، تحدثت بعض المراكز التي قامت باستطلاع رأي للمصوتين وقالت أن النسبة بنعم تقريبا قاربت 80% من المصوتين، ولكن نسبة الإقبال على التصويت قالوا أنها في حدود المتوسطة بحكم دعوات سبقت هذه الأيام يوم الاستفتاء بالمقاطعة وأتت من جهات دينية ومؤسسات سياسية مثل إم سينك وتكتل سيماس الذي يقوده الإمام والشيخ محمود ديكو، بالإضافة إلى حركة 5 يونيو الشهيرة والتي لديها شعبية ولديها قدرة على الحشد، حتى هي أيضا طالبت بمقاطعة هذا الاستفتاء
وقد رأينا تأثير ذلك اليوم، وبصراحة يعني لوحظ يعني بشكل واضح. ولكن التأييد بنعم من ضمن المصوتين الذين أدوا بأصواتهم، تحدثت هذه المراكز التي قامت باستطلاع رأي للمصوتين في مراكز الاقتراع بأن النسبة المؤيدة لهذا الدستور بنعم قاربت 80%. نعم، طيب نذهب الآن للترحيب بالأستاذ عبد الله ولد بونا، الكاتب الصحفي والباحث الاستراتيجي من نواكشوت. مرحبا بك أستاذ، أهلا. أهلا وسهلا سيدتي الفاضلة. أهلا. إذن شهدت ماليا اليوم استفتاء حول الدستور قبل 9 أشهر عن الموعد المتفق عليه لتسليم السلطة لحكومة مدنية، ما أهمية هذه الخطوة في حد ذاتها؟ الخطوة مهمة بحد ذاتها، وجود دستور مرجعي حديث على أساس ديمقراطي يمنح الرئيس صلاحيات اكثر، يتحول به مالي الى نظام رئاسي. الدستور مع اني قرات بنوده قراءه سريعه يعزز النظام الرئاسي بدل النظام البرلماني. ومن حيث الخطوه هي مهمه، لكن من حيث التعجيل وحجم المقاطعه والورف اللي تعيشه مالي الحين، ورفض جبهات الزواد التصويت على الدستور، وكتل محسوبة على السلفية، ووجود جماعات مسلحة، ووجود اضطرابات آخرها كان قتل بعض الجنود الأمويين ومطالبة الحكومة المالية برحيل قواتنا المتحدة، كل هذا حقيقة يجعل الانتخابات مهمة. لكن يبدو أن هناك عملية استعجال، كان الأفضل يتم احتواء جميع الأطراف، يعني معارضة الجماعات الإسلامية المدنية في مالي الدستور محسوبة على السلفية، ومعارضة جبهات الزواد المسلحة. هذا يفقد الاستفتاء كثير من الدعم اللي كان محتاجه. نعم، وصلت يعني فكرة. هم سيعتمدون الدستور بمن حضر، ولا أعتقد أن الموضوع سيكون من ناحية الاستراتيجية هو الحل بهذه الطريقة. كان بإمكان الحكام في مالي أن لا يستعجلوا في الأجل محدد. وصلت الفكرة، تقولون أن السلطات في مالي استعجلت الاتفاقيات الإقليمية المهمة التي تعتبر مرجعية، لأن اتفاق الجزائر اتفاق جوهري يجمع الفرقاء الماليين على الحد الأدنى من التوافق. أعتقد أنهم يعني ابتشروا الانتخابات استعجال اللي هم خلوه. نعم، وصلت فكرتك أستاذ عبد الله ولد بونا. أعود لك دكتور ميزاب، تقول السلطات إنها قامت بتعديلات دستورية من شأنها أن تسد ثغرات دستور العام 92 الذي يعتبر عاملا في فشل الدولة أمام تحديات متنوعة، منها انتشار الجهاديين، الفقر، وانهيار البناء التحتية والنظام التربوي، ناهيك عن تفشي الفساد. في تقديركم الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه اليوم في مالي، هل عالج هذه الثغرات وسدها؟ شوف، خليني أقول أولا كقراءة عامة، يمكن أن نقول بأن مشروع الدستور الذي يقوم الشعب المالي بالاستفتاء عليه هو أولا انطلق من عملية تقييم ومراجعة لتجارب سابقة، وحاول أن يصحح بعض الأخطاء وأن يضع كذلك بعض الآليات التي يمكن لها أن تجنب مالي السقوط في نفس الأخطاء التي وقعت في وقت سابق، وحاول بشكل كبير جدا أولا أن يجيب على الكثير من الأسئلة وحتى كذلك الكثير من التساؤلات في إطار أن يكون مشروع توافقي، أو على الأقل يحقق التوافق إلى نسبة معينة، لأنه علينا أن ندرك بدرجة أولى بأن الوضع المالي وضع معقد،
بأن الأزمة المالية ليست بالأزمة السهلة أو البسيطة، علينا أن نقوم بقراءة لكرونولوجيا الأحداث يعني طيلة أكثر من عقدين من الزمن حتى نستوعب جيدا الوضع في مالي وأهمية هذا المشروع، حتى وإن كان وفقا لبعض القراءات في الساحة المالية تعتبر بأنه لا يستجيب لكل المتطلبات، وربما البعض يراه كذلك بأنه دون التطلعات التي كانت تنظر إليه أو إلى غير ذلك من المسألة. لكن في نهاية المطاف هو يعتبر على الأقل منصة يمكن الانطلاق منها في إطار تعبيد الطريق من أجل بعث العمل المؤسساتي، ولا ننسى بأنه سوف يفتح مجموعة من الورشات التي سوف تضع الأرضية المناسبة. لا ننسى بأنه الدستور سيتمخض عنه مجموعة من القوانين، بالتالي هو دور الجمعية الوطنية وكذلك مجلس الشيوخ من أجل أن يشرع قوانين التي تستطيع أن تجيب وكذلك تستطيع أن تلبي تطلعات الكثير من الأطراف. مثلا ذكر السادة الأفاضل المسألة التي اليوم تحولت إلى مسألة خلافية، وهنا يجب أن نكون حذرين جدا بشكل كبير جدا، وهي مسألة أن الدستور أو مشروع الدستور لم يتضمن اتفاق الجزائر ضمن مواد الدستور. علينا أولا أن لا نقع في الفخ، اتفاق الجزائر أولا وثيقة مرجعية، وثيقة استراتيجية، وثيقة مهمة، وتعتبر كذلك ميثاق يستند إليه كل الأطراف الماليين في كل المراحل وفي كل كذلك المحطات، لكن لا يجب أن يسيس الاتفاق أو أن يكون ورقة من هذا الطرف أو إلى ذاك الطرف، لأنه ندرك جيدا من الذي يحاول وراء الستار أن يثير هذه المسألة من أجل إضعاف اتفاق الجزائر. اتفاق الجزائر يحظى بدعم دولي بإشادة دولية، تم الإشادة بها من قبل مجلس الأمن، بالتأكيد يحظى كذلك بالتفاف كل الأطراف المالية دون استثناء. بالتالي يمكن أن نعتبر اتفاق الجزائر ميثاق وطني بالنسبة للماليين دون ما أن يكون موجود في الدستور، لأنه وثيقة مرجعية يمكن الاستناد إليها في كل الظروف. وبالتالي أنا في اعتقادي بأن هذه المحطة محطة مهمة مهما كانت التعليقات، باعتبار أنها تمهد الطريق، تنهي كذلك مرحلة من الضغط ومرحلة كذلك ربما من الشد والجذب، أو مرحلة يمكن أن تشكل فراغ يستثمر من بعض الأطراف التي تريد أن تعيد بسط سيطرتها على مالي باعتبار أنها تدرك الأهمية الاستراتيجية لمالي. لذا أنا في اعتقادي بأنه يجب أن يكون هنالك التفاف، لأن المسألة ليست متوقفة عند محطة الدستور، وإنما هنالك محطات لا تقل أهمية وهي تعتبر محطات محورية وأساسية في مسار شهر مارس، في مسار البناء المؤسساتي وفي مسار كذلك تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لها كل الأطراف المالية وكل كذلك الشعب المالي، وبالتالي تحقيق الانتقال السياسي. إذن أستاذ محمد ويس المهري، الدكتور ميزاب اعتبر هذا الدستور محطة أو منصة يمكن البناء عليها، هل تتفقون معه في هذا الطرح؟ نعم، هو كما تحدثت في البداية وأسلفت، هو نقطة البداية لعودة السلطة للمدنيين ولعودة للنظام الدستوري والتخلص من الضغط الدولي الذي يتحدث عن إنهاء الفترة العسكرية وإنهاء الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات. يعني نحن نعرف أنه في بعد الانقلاب الأول في 2020 يعني تم صياغة ميثاق انتقالي والاتفاق به مع المنظمة غرب أفريقيا، دول غرب أفريقيا والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بصفة عامة على إجراء الانتخابات. التعديل الدستوري هذا هو الأرضية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لأنه هو نقطة البداية وهو الأرضية التي يرتكز عليها في المرحلة القادمة، ومن أجل العودة للنظام الدستوري كما قلت، وهو البداية لهذه المراحل التالية وإنهاء الفترة الانتقالية والذهاب بالبلاد إلى مرحلة تحاول
تحاول أن تركز على الأزمات التي تعاني منها، وخاصة بعد التعديلات التي طالت صلاحيات الرئيس وبعض الصلاحيات التابعة للحكومة من أجل آلية جديدة تحاول أن تكون سريعة باتخاذ القرارات ومواجهة هذه الأزمات التي يعاني منها البلد. نعم، ولكن بالنسبة لي أؤكد على نقطة تحدث بها ضيفك الكريم على اتفاق الجزائر. الأطراف الموقعة الأخرى على اتفاق الجزائر تحدثت وقالت أن العبرة بالنصوص. قد يكون الدستور يوجد فيه روح اتفاق الجزائر وقد يكون موافق له، ولكن هم تحدثوا وقالوا العبرة بالنصوص. عندما ينص في الدستور على التأكيد على اتفاق الجزائر وتضمين بنوده هذا يعتد به، ولكن عندما لا يكون هناك نص أو نص مكتوب لا يكون له أي جدوى ولا أي أهمية. نعم، ويعتبر نوع من المفاهمة. طيب، هناك بعض المواد في الدستور عرفت جدلا واسعا، كيف سيتم التعامل معها أو كيف تم التعامل معها؟ من الأشياء رغم الشعبية العارمة للسلطات الانتقالية وخاصة الرئيس الانتقالي، ولكن كانت هناك مادتان بالأساس وهم أثار حولهم الجدل بشكل كبير وحدثت أزمة بسببهم، وهو مبدأ العلمانية الدولة. طالبت الجهات الدينية والهيئات الدينية الوازنة والتي لديها شعبية كبيرة ولديها قوة على الحشد، مثل رابطة الأئمة والعلماء التي تضم آلاف العلماء والمشائخ في البلاد، بالإضافة إلى الإمام محمود ديكو والتكتل التابع له سيماس، والذي طالب بالعلمانية وقالوا أنهم لا يتحدثون عن الأمور السياسية ولا يعترضون على صلاحيات الرئيس وصلاحيات الحكومة، ولكن يريدون أن يتم سحب القيود والموروثات الاستعمارية الفرنسية وأولها وفي مقدمتها العلمانية واللغة، حيث حتى أن اللغة أبقى الدستور الحالي على الفرنسية كلغة عمل وإدارة، وكانت هذه الجهات تطالب بسحب العلمانية بالإضافة إلى اللغة الفرنسية، وكانت هناك جهات أخرى حتى طالبت بهذا وهو ما لم يتم الالتفات له. وحتى من وجهة نظري ومن وجهة الكثيرين يحملون لجنة صياغة الدستور تغاضيها وعدم الاستجابة لهذه المطالب التي قدمت في وقت مبكر وبطريقة حضارية ودستورية وديمقراطية. وحتى قبل يومين من الاستفتاء على الدستور توعدت هذه الجهات وخاصة رابطة الأئمة والعلماء وتكتل سيماس وكثير من الجهات التي طالبت ببعض المطالب، قالوا أنهم لن يصمتوا ولن يستكينوا حتى لو مرر هذا الدستور سوف يعترضون عليه، وقالوا أن السيناريو الأفضل للبلاد قد يكون التصويت بلا من أجل الالتفات إلى مطالبهم بدل الدخول في أزمة سابقة. وشبهوا الأزمة الحالية. نعم، وصلت فكرة أستاذ محمد ويس المهري. أنتقل الآن للأستاذ ولد بونا. من ضمن التعديلات الجديدة في الدستور الموضوع للاستفتاء نجد يحدد الرئيس سياسة الأمة، وهي المهمة التي كانت تقوم بها الحكومة في دستور 92. أيضا يعين الرئيس رئيس الحكومة والوزراء، كما يضع حدا لمهماتهم، وأيضا الحكومة مسؤول أمام الرئيس ولم تعد مسؤولة أمام الجمعية الوطنية. أيضا من بين النقاط يمكن للبرلمان عزل الرئيس بتهمة الخيانة العظمى. وأمام كل هذه النقاط نحن هنا أمام تحول مالي من نظام شبه رئاسي إلى نظام رئاسي. إلى أي حد أستاذ ولد بونا ستعالج هذه التغييرات الإشكالات التي كانت قائمة من قبل؟ أهلا وسهلا. هذا واضح، مالي تتحول إلى النظام الرئاسي الديمقراطي. كان الرئيس يختار الوزير الأول ويحكم عمليا، وهذا مهم للدول اللي سائرة في الطريقة الديمقراطية. مهم جدا أن تكون فيها نظام رئاسي بدل ما نفتح ثغرة للصراعات العرقية والجهوية. لابد من القدرة على صناعة القرار. لكن السؤال الأكبر ليس في الدستور الآن. صحيح الدستور الآن يمكن أن يبنى عليه، لكن المشكلة أن مالي تمر مرحلة تحول تاريخي. هناك تيار وطني تحرري يريد التخلص من أعباء عقود طويلة من الاستعمار الفرنسي السلبي والاحتلال الثقافي لمالي كإمبراطورية مسلمة قديمة،
وهذه سياسة فرنسا في النيجر وتشاد المجاورة والسنغال وحتى عن موريتانيا وحاولوها في الجزائر. لكن هل يملك النوام الآن تحكم في مالي القدرة على 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 تحقيق كل ما يصبو إليه؟ وهل النخب الوطنية المالية تدعي أنها تمر مرحلة تحول وضعف لا يمكن لأي طرف أن يفرض كل ما يريد؟ البلد في تنافس دولي وفي قوى دولية تستثمر في الإرهاب في داعش وفي القاعدة وغيرها وفي قوة جديدة دخلت روسيا كحليف جديد لمالي. مالي يمر بتحول استراتيجي عميق والدستور يتم الاستفتاء عليه في مرحلة حرجة. نعم. والانتخابات ستتم بإذن الله في مارس بعد أشهر قليلة. هل يمكن لمالي وللقوى السياسية فيها أن تحصد كل ما تريد؟ لا يمكن. نعم طيب نعم طيب دكتور أحمد نعم له أن قوى القوى وهي كثيرة الموالية لفرنسا تحاول يعني عقلة عملية التحول والمهم أن ندعم أي قرار وطني مالي تحرري حقيقة وعلى الشعب المالي يعني ذلك وهي يعني حساسة مرحلة لمالي ولدول الجوار. نعم وصلت فكرتك يعني أستاذ عبد الله ولد وصراعات كثيرة. الله يحييك. نعم وصلت فكرتك دكتور أحمد ميزاب. إلى أي حد يمكن للانتقال من نظام شبه رئاسي إلى نظام رئاسي أن يحلل كل الأزمات في مالي؟ شوف خلينا نكون يعني صرحاء. أولا علينا أن نأتي إلى عملية تقييم شاملة للوضع في مالي. الوضع في مالي حرج صعب يعيش مجموعة من الأزمات المعقدة. هناك كذلك تجاذبات وكذلك صراع دولي محموم حول مناطق. هل أمامها خيارات؟ هنالك كذلك مجموعة من التراكمات الثقيلة وكذلك بنيان هش. لكن علينا أن ندرك جيدا بأنه من الضروري أن تكون هنالك عملية سياسية من أجل الانتقال. لكن لا يعني هذا هو نهاية المسار، بل قد نقول أنه بداية مجموع من الورشات ومجموع كذلك من العمل الذي سيبنى على أساس الحوار، على أساس المشاركة، على أساس كذلك البناء، وعلى أساس كذلك تحديد الشراكات الرابحة التي يمكن من خلالها لمالي أن تؤسس لدولة المؤسسات وكذلك لنظام سياسي يشهد حالة من حالات الاستقرار. وأعتقد بأنه الانتقال من نظام شبه رئاسي إلى نظام رئاسي لم يأتي من العدم، وإنما جاء من أجل تصحيح أوضاع ومن كذلك من أجل تفادي أخطاء وقعت في الماضي حتى لا يكون هنالك العودة إلى نقطة الصفر. لأنه اليوم لأول مرة يكون هنالك التقاء الإرادة ما بين الإرادة الشعبية والإرادة كذلك السياسية، خاصة في إطار رفض الوجود الأجنبي وكذلك التدخلات الخارجية. اليوم مالي ترسم شراكاتها مثلا مع روسيا على مبدأ الشراكات الرابحة، ليس على مبدأ التوظيف الأزمات أو كذلك التدخل العسكري، بل بالعكس. ورأينا منذ تقريبا يومين كان فيه مكالمة أجراها الجانب المالي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث كان فيه تثمين للعلاقات الثنائية ما بين البلدين وعلى كذلك المساعدات الإنسانية وعلى كذلك دعم مالي من حيث تحقيق على الأقل مواجهة مخاطر الأمن الغذائي إلى غير ذلك من المسائل. فبالتالي نحن نتحدث على تغير أولا في مجموع من القواعد. لذلك اليوم علينا أن نتحدث على ضرورة دعم هذا المسار السياسي حتى لا يكون هشا، وحتى كذلك نضمن سلامة عملية الانتقال السياسي ويكون هنالك تعويل على مسار الحوار وعلى مسار كذلك الشراكة وعلى مسار كذلك عملية البناء التي يجب أن تتم، باعتبار أننا لسنا في محطة سننهي فيها كل العملية السياسية، بل نحن نتحدث على بداية العملية السياسية. وبالتالي من الضروري أن يكون هنالك
يعني انخراط لكافة الأطراف حتى نستطيع أن نصل إلى عملية سياسية متكاملة وإلى عملية سياسية ناجحة، وليس لأنه علينا أن نعي جيدا أن هنالك من ينتظر في منتصف الطريق من أجل الاصطياد في المياه العكرة، هنالك من يسعى إلى إفشال التجربة المالية، هنالك من يسعى إلى إقحام مالي والمنطقة بأكملها في نعم. حالة الفوضى. بالتالي يجب أن يكون هنالك التفاف لكل الأطراف المالية من أجل توفيت الفرص والحفاظ على مبدأ الاستقرار وصناعة الاستقرار. نعم. طيب أستاذ محمد أويس، إنشاء مجلس شيوخ إضافة إلى الجمعية الوطنية القائمة وديوان محاسبة مسؤول عن مراقبة المالية العامة، يلتزم النواب وأعضاء مجلس الشيوخ بتقديم إقرار بالممتلكات يجري تحديثه كل عام، كيف يمكن أن يساهم هذا في ترشيد الحكم في مالي؟ نعم، هذه الخطوات يعني كانت خطوات يعني بناءة جدا، وأشاد بها الكثير من الماليين، وحتى أنه تم استحداث هذا مجلس الشيوخ من أجل تمثيل أكثر للمناطق. الأزمة التي تعانيها مالي منذ عقود هي إحدى نتائجها وأحد أسبابها هو التهميش والنقص بعض الخدمات في بعض المناطق. هذه التعديلات الجديدة سوف تعطي للمناطق تمثيل أكبر، وأيضا حتى شهدنا بعد هذا القرار وبعد التعديل في الدستور تم الإعلان عن إنشاء مناطق إدارية جديدة من أجل تمثيل أكبر للمناطق وخاصة في شمال البلاد ووسطها، وإعطاء صلاحيات واسعة لهذه المناطق في إدارة شؤونها الداخلية، وأيضا تمثيل لها في البرلمان حتى عندما يعني هذا التعديل الذي طال وجعل البرلمان من غرفتين ليجعل هذه المناطق تجد تمثيلا كبيرا لها، وأيضا الشق الآخر وهو مكافحة الفساد الذي هو يعتبر إحدى الأزمات التي تعانيها البلد وإحدى الأسباب لتفاقم الأزمة. هذه التعديلات يعني تخدم هذه الحل وإيجاد حل لهذه الأزمات وتمثيل أكبر لسكان البلد خاصة في شمال البلد ووسطه، وهي أحد الأسباب للأزمة التي تعانيها البلد. واضح. أنتقل الآن للأستاذ عبدالله ولد أبونا، نعود لاتفاق الجزائر، أين أشاد مجلس الأمن بالدور الذي تقوم به الجزائر لتسوية الأزمة، ما أهمية هذا في مسار حل الأزمة في مالي؟ حل الأزمة في مالي لا يمكن أن يكون شاملا ما لم تشرك الأطراف الإقليمية في الحل، أولها الورقة الجزائرية، ولا يمكن استبعاد الاتحاد الإفريقي ولا تجمع جي 5، لأن مالي جزء من هذه المنظومة الإقليمية وأمنها الاستراتيجي يؤثر على أمن المنطقة كلها. لا يمكن تجاهل الدور الجزائري الحيوي في جمع الماليين على حد أدنى من التوافق، لكن هناك إرادات مختلفة في مالي يمنع أن يتم هذا كما يريد. 64% تقريبا من خليط من مساحة مالي البالغة 1,250,000 تقع في الشمال، في حوالي 4 مليون، يعني منطقة الزوال منطقة الشمال كلها، بينما البقية اللي أقل من 40% فيها ازدحام الديموغرافيا المالية. لا يمكن تجاهل الحلول في الشمال فيها الزوات، ولا يمكن تجاهل الجبهات المفتوحة الحين لداعش في المثلث المالي النيجيري والبوركينا فاسو باتجاه نيجيريا. نحن عندنا صراع شديد في مالي، وكما تفضل الدكتور لا بد من إشراك الجميع مستقبلا في حل توافقي يمكن أن يبنى على هذا الدستور. نعم، وصلت الفكرة أستاذ عبدالله. أنتقل للدكتور أحمد ميزاب، أهمية الدعم الأممي للجهود الجزائرية خاصة فيما تعلق بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة. لا، خليني أقول أولا أعتقد بأنه يعني تقريبا في فترة 6 أشهر أكثر من مرة مجلس الأمن يؤكد ويشيد ويجدد التأكيد بأهمية اتفاق الجزائر وبضرورة تفعيل الاتفاق وبضرورة كذلك وقوف الجزائر على تنفيذ بنود هذا الاتفاق، بمعنى
أنه من خلال القراءة الموضوعية وقراءة كذلك في أبعاد هذا الاتفاق، هو تأكيد بأن مفاتيح الحل بالنسبة لمختلف المعضلات التي تعيشها الساحة المالية هي متوفرة في هذا الاتفاق. نعم. لكن من ناحية ثانية، الإشادة والدعم والتأييد لا يكفي لوحده، لأن هنالك ضمن بنود هذا الاتفاق التزامات للمجتمع الدولي ولبعض الأطراف الدولية من أجل دفع بعجلة هذا الاتفاق نحو الأمام. وإذا ما أردنا أن نقيم باعتبار أن الجزائر هي رئيسة لجنة تنفيذ الاتفاق ولجنة المتابعة، نحن نتحدث على هنالك عدم التزام لبعض الأطراف الدولية، وبالتالي هنالك عدم جدية في تنفيذ هذا الاتفاق أو حسابات معينة. لكن الأساس اليوم نحن نتحدث على أنه الإجماع الدولي والتأكيد الدولي، والأهم من ذلك هو تأكيد الأطراف المالية على أهمية هذا الاتفاق، لأنه علينا أن لا نتحدث على أن هذا الاتفاق مهم هكذا شكلا، وإنما علينا أن ندرك بأن هذا الاتفاق هو ترجمة الإرادة المالية، لأنه من صاغ هذا الاتفاق هم الأطراف الماليين. كيف جاء هذا الاتفاق؟ كان نتاج حوار المالي والذي تمخض عنه هذا الاتفاق. بالتالي نحن نتحدث على اتفاق واقعي منطقي يضمن حلولا مستدامة لعديد من الأشكالات المطروحة في الصحة المالية. لذا الجزائر اليوم هي تصر أكثر من أي وقت آخر على ضرورة الالتزام وضرورة كذلك تنفيذ بنود هذا الاتفاق. حتى في لقاء سيد رئيس الجمهورية مع الرئيس الروسي بوتين كان في تناول للملف المالي، وكان من بين النقاط المتفق عليها هو ضرورة دعم تنفيذ مسار اتفاق الجزائر ليكون مكرسا ومجسدا على الأرض. ولذلك أنا في اعتقادي بأنه توفر مناخ سياسي معتدل وكذلك إيجابي في الساحة المالية سيسهم مما لا شك فيه في تنفيذ هذا الاتفاق. وأعتقد في وسط هذا السجال الموجود اليوم في ظل استفتاء الدستور وحتى كذلك رفض بعض الأطراف للتصويت باعتبار أنها تطالب بإدراج اتفاق الجزائر ضمن مواد هذا الدستور، أنا بالنسبة لي أراها بشكل إيجابي باعتبار أنه نحن نتحدث على قناعة لكل الأطراف المالية على كافة المستويات، مؤسساتية أو كذلك سياسية أو غير ذلك من الأطراف، أن هنالك إجماع، بمعنى اتفاق الجزائر حقق إجماع على المستوى المالي وعلى كذلك المستوى الدولي. نعم. طيب أستاذ محمد الويس، موازاة مع الاستفتاء على الدستور، عرفت مالي حدثا هاما آخر وهو مطالبة باماكو بسحب قوات مينوسما من أراضيها، لماذا هذه الخطوة؟ نعم، دعيني أؤكد على نقطة في إيجاز. نعم. يعني باختصار الاتفاق الاتفاق لولا الجزائر يعني لكان هذا الاتفاق انهار، وكانت الجزائر دائما تؤكد على التمسك بهذا الاتفاق الذي هو في مصلحة الجميع، وكانت حتى في زيارة الوساطة الدولية لكيدال أكدت على ذلك وطلبت من الأطراف المالية. نعم. الموقعة على الاتفاق تجاوز هذه الأزمة، أزمة الاستفتاء على الدستور، لأن الاتفاق شيء والاستفتاء على الدستور شيء آخر. وأيضا أختلف مع الضيف من موريتانيا الذي تحدث عن منظمات مثل إشراك، منظمات مثل جي سينك والإكوس، والتي كان لها دورا سلبيا ومعرقل في حل الأزمة ومارست إملاءات غربية على الدولة المالية ولم تكن مستقلة في قرارها، وكانت يعني كوكيل لفرنسا وللمجتمع الغربي للضغط على مالي. بالنسبة للأمم المتحدة والبعثة الأممية، مالي طالبت بمغادرة هذه البعثة نتيجة للممارسات هذه البعثة التي لم تحترم السيادة، وتكررت هذه الممارسات عدة مرات، وكان آخرها التقرير الأخير الذي صدر حول أحداث مورا والذي استندت فيه البعثة الأممية والأمم المتحدة في تحقيقها، ولجنة الخبراء التي حققت في هذا الموضوع وأصدرت ذلك التقرير الذي وصفته الحكومة المالية بأنه تقرير متحيز وضعيف واستند إلى أدلة ضعيفة، وأنه استند إلى شهادات ضعيفة وعن بعد، ولم تذهب لجنة الخبراء إلى مورا وحققت تحقيقا سليما يستند إلى. طيب هل هي قادرة على ملء فراغ ذهاب القوات الفرنسية وأيضا بعثة المينوسما؟
نعم، قبل 2012 كانت البلاد لا توجد بنسمة ولا توجد القوات الفرنسية، وكانت البلاد تشهد استقرارا نسبيا. بالعكس، عندما تدخلت القوات الفرنسية وتدخلت فرنسا ومن بعدها الأمم المتحدة، تفاقمت الأزمة وامتدت إلى دول الجوار، إلى بوركينا فاسو والنيجر، ووصلت حتى إلى موزمبيق، يعني في حين أنها في 2013 كانت محصورة في منطقة صغيرة في شمال البلاد. شكرا. هذه الممارسات للبعثة الأممية تدخلها أيضا في الشؤون الداخلية وضغوطاتها وبعض التقارير التي أصدرتها ولفقت فيها هي ما أدت إلى طلب الحكومة المالية بالمطالبة بمغادرة البعثة الأممية. نعم. شكرا جزيلا لكم الأستاذ محمد ويسا المهري الكاتب الصحفي، كنتم معنا من باباكو. شكرا جزيلا. أيضا أشكرك الدكتور أحمد ميزاب الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، وأشكر أيضا الأستاذ عبد الله ولد بونا الكاتب الصحفي والباحث الاستراتيجي. شكرا لكم جميعا، ونختم هذا الغدد من برنامج حديث الجزائر. ألقاكم بألف خير، في أمان الله.